بسم الله الرحمن الرحيم تبارك تبارك الذي بيده بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق خلق الموت والحياه لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ وَهُوَ الْعَزِيزُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۗ الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق، خلق الرحمن من تفاوت. فارجع فارجع البصر، هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ثم ارجع ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك اليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا زينا السماء زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس وبئس المصير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها خزنتها الم ياتكم نذير تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما ما نزل ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب في اصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب فسح قل لاصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ان ان الذين يخشون ربهم ربهم بالغيب لهم لهم مغفرة وأجر كبير لهم مغفرة وأجر كبير لهم مغفره واجر كبير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات بذات الصدور واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من من خلق وهو وهو اللطيف وهو اللطيف الخبير الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو هو الذي جعل لكم لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه واليه النشور هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور اامنتم من في السماء ان يخسف بكم بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى طير فوقهم صافات ويقبضن ما ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير امن أم هذا هذا الذي هو جند لكم ينصركم ينصركم من دوني ينصركم من دوني ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور امن هذا هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن أم يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو هو الذي هو الذي انشاكم وجعل لكم لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون قل هو هو الذي ذراكم في في الارض واليه تحشرون قل هو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون ويقولون متى هذا هذا الوعد ان ان كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل انما انما العلم عند عند الله وانما انا وانما انا نذير مبين وانما انا نذير مبين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما راوه زلفه سيئت وجوه وجوه الذين كفروا وقيل هذا هذا الذي تدعون فلما راوه زلفه سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل ارايتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم أتيكم بماء معين